السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ كويسة؟ منو معنا؟ روح المقاب بشرى. روح والله انت كلك روح ذاتك. والله تقولي شنو؟ سبحان الله يا زلمة تصور لمو كسرتكم. والدين والدين صوت الطعمية في زيت الحار عامل كام؟ شنو؟ صوت الطعمية في زيت الحار. شكرا لك يا والدي. فلكن تحديدا صوت الطعمية في زيت الحار بيكون عامل كيف؟ شي عادين ولا بيجي تشي دي بعدها؟ المهم يعني كده بعمل شيت كده صوت كده. ايوه. صوت الطعمية في زيت الحار بيكون عامل كيف؟ بالضبط كده. شكرا لك يا عيوس. يديك العافية. أي. طيب شفتي ماما بتعملها؟ اي. طيب صوتها في النار لما نزلها في الزيت بيكون عامل كده؟ بتنزل بالنوت دش. دش كده بقى. ما تدش. طيب. طيب في المناسبات بتشتغلي؟ بزات مرات. طيب بترمي الطعمية سواء كان في البيت او في المناسبة؟ بعرف. بتعرفي. طيب لما تخطي الزيت يسخن اول ما ترمي الطعمية الصوت بيكون عامل كده؟ بدلتي كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيفك؟ كويسة؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله زي الفل. منو معنا؟ معكم هدير. اي هدير عادل. اي هدير اسم جميل وغريب في نفس اللحظة. انا سعيدة جدا بطلعتك على فيديو سوداني. هدير بتخش المطبخ؟ اي قاعدة تدخله. طيب بتعمل طعمية في البيت؟ والله ما حصل. ما حصل. اي. طيب شفتي ماما بتعملها؟ اي. طيب صوتها في النار لما نزلها في الزيت بيكون عامل كده؟ بتنزل بالنوت دش. دش كده بقى. ما تدش. طيب. شكرا لك يا هدير. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ كويسة؟ منو معنا؟ روح المقاب بشرى. روح والله انت كلك روح ذاتك. والله تقولي شنو؟ سبحان الله يا زلمة تصور لمو كسرتكم. اكرم. طيب يا روح بدي اسالك سؤال كوميدي ظريف كده. احساس المطبخ بتخشي ولا ما بتخشي؟ ليه ما بدخل انا بس اتعب في المطبخ؟ علي لا عندك تعمل شيء. طيب دي كل حواس دنيا اصلا وضعها كده. لكن يا روح بترمي طعميه؟ ايوه كتير. اصلا انا بتاع الطعميه حاولت اعمل واحده في الظلف مش كده مش روعي لسه ما كبير. طيب يا روح صوت الطعميه في زيت الحار بيكون عامل كده؟ السلام عليكم. والسلام. كيفك؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ معنا عيوش عبد الكريم. عيوش أنا سعيدة جدا بطلعتك على زي السودان. وعيوش بدي أسألك من حاجة جميلة. تسلمي. لو بتخش المطبخ بتعرفيها. طيب صوت الطعمية في الزيت الحار بيكون عامل كيف؟ بدأتي كده. شكرا لك يا عيوش. تسلمي. يديك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ كويسة؟ الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله زي الفل. منو معنا؟ معك سمر عبد الله. سمر عبد الله. سمورة سعيدين جدا بإطلالتك الجميلة على زي السودان. وسمر بتخشي المطبخ؟ ايه. طيب في المناسبات بتشتغلي؟ بزات مرات. طيب بترمي الطعمية سواء كان في البيت او في المناسبة؟ بعرف. بتعرفي. طيب لما تخطي الزيت يسخن اول ما ترمي الطعمية الصوت بيكون عامل كيف؟ بدلتي كده. بعدين مرات بيكون فيها طقطقة كده صح؟ ايه صح. بالطقطقة لما يكون حار شديد. انا سعيده جدا بك يا سموره. شكرا. الله يعطيك العافيه يا رب. تسلمي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه. كيف مسيتي؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ وفران اسماعيل. وفران سعيده بطلعتك على زي السودان. وفران ده اسالك من حاجه. الزيت لما يكون حار عموما لما ترمي فيه حاجه بتعمل صوت. فلكن تحديدا صوت الطعميه في الزيت الحار بيكون عامل كيف؟ شي عادين ولا بيجي تشي دي بعدها؟ المهم يعني كده بعمل شيت كده صوت كده. ايوه يا اخي والله غفران سعيده جدا بيطلعلك. شكرا. سعيده بكم. الله يديك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ بخير؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ حسن عربي صديق. حسن عربي صديق. حسن عربي وانت في العربي دارس لك لنا من سؤال كوميدي شويه. ها؟ دارس لك من سؤال كوميدي. تفضلي. صوت الطعميه في الزيت الحار عامل كيف؟ صوت الطعميه ده؟ في زيت الحار لما يرموه ولا بعد يطلعوه؟ اول ما يرموه في زيت الحار بيكون عامل كيف؟ شكرا لك يا حسن. يديك العافيه. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. كيفك؟ كويس الحمد لله. والله الحمد لله. منو معنا؟ معك ياسر رمضان.
ياسر رمضان. نعم. طيب يا ياسر، دارسة لك من حاجة جميلة جدا وبناكلها وبنحبها كلنا وبنلقاها في البيت وفي السوق. عموما انت بتحب الطعمية جاهزة ولا بتحب تعملها في البيت؟ لا يصغي عديل، انا معشق عديل الطعمية دي. معناها بتعرف تفاصيلها؟ لا بعرف ان شاء الله. يلا بس قلد لي صوت لما تنزل في زيت الحار، عامل كده. هاي العديل عامل كده. الهند بتحبها شيء شكلك كأنك زبطت الصوت. لا يسمع والله، مريضة كثير والله الطعمية دي. يديك العافية يا رب. شكرا لك. يديك العافية. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ مهلا بحر الدين. مها؟ مهلا بحر الدين. مهلا. ايوه. مهلا، انا سعيدة جدا بإطلالتك الجميلة على زي السودان ومنورانا الليلة. تسلمي كثير ان شاء الله. مهلا، بتخش المطبخ؟ ايوه. بترمي طعمية؟ برمي. صوتها في النار عامل كيف؟ او في الزيت الحار؟ شكرا لك يا مهلا. تسلمي كثير. العافية، نورتينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيفك؟ كويسة؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ رويدة حسن. رويدة. ايوه. رويدة منورانا جدا على زي السودان. رويدة بتخش المطبخ؟ اي طوالي. ولو مشيتي مناسبة وبتطبخي مع الناس؟ لا بسوي جبن. حلو، كيف يعني؟ ايوه. طيب بتقعد بتجي مرة بسوان الخدمة؟ بيجي طوالة. وبتشوفي النسوان بيرموا في الطعمية؟ ايوه. الطعمية اللي بناكلها يا رويدة. اهوالا. يلا حكي لي صوت لما تنزل في زيت الحار. استاذه والله خبيره في الطعميه ما شاء الله عليك. خبيره اصلا في المطبخ انا. شديد. شكرا لك يا رويده. تسلم عليك. يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ بخير الحمد لله. 100 100. الله يعطيك العافيه. منو معنا؟ مهند خالد. مهند، انا سعيده جدا بإطلالتك على زي السودان. انا اللي سعد. الله يخليك. مهند، ها انت زول في الحفلات بتعربها ولا بتونس الناس ولا بتساعدهم في الشغل؟ والله في الحفلات انا طبعا اخصائي صيانات. ايوه. يعني بساعدهم في الصيانات هاي. تركب صيانات. في الربه دي بكون قاعد ورا انا. جميل جدا. جيتي لحد عندي في الموضوع. طيب صيوان الخدمه. نبذة صغيره لصيوان الخدمه. بكون في الصيوان حق الطباخين بهناك. اها. معروف، بقعد مع ناس الطباخين. جميل جدا. طيب ناس الطعميه بكون وين؟ لا الطعميه اللي بناكلها. الطعميه بتاكلها. قاعدين في الغرفه الثالثه على اليسار. ناس الباسطه في الغرفه الخامسه على اليمين. طيب يعني الغرفه الثالثه على اليسار. تمام. حق الطعميه اول ما الزيت يسخن اول طعميه يرموها في النار، صوتها بكون عامل كده. شكرا لك يا مهلا. العفو، يديك العافية. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة. كيفك؟ بخير؟ تمام والله. الحمد لله. منو معنا؟ معك والد الدين حسن. والد الدين. ايوه. والد الدين صوت الطعمية في زيت الحار عامل كيف؟ شنو؟ صوت الطعمية في زيت الحار. شكرا لك يا والد. تسلم. يديك العافية.